جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. أستاذ بلاش، أتريد أن تضيف شيئاً؟ سيادة القاضي، أود أن أطلب من سيادتك بعض الوقت لكي أتأكد أكثر من المعلومات التي قدمها زميلي، ولكم الشكر. تؤجل الجلسة الحالية للأسبوع القادم، لكن كن على يقين أستاذ بلاش، ولا تنسى أنه إذا لم تقدم للمحكمة أدلة كافية لتثبت صحة كلامك، عندها سوف يصدر الحكم. والآن رفعت الجلسة. غانغا، أنا مو قلت لك إنه بلاش واحد محتال وشخص فاسد كمان؟ اقتنعتي إنه ما تضيعي وقتك معه أكتر؟ وثقتي فيني ولا لساتك مقتنعة إني غلطان؟ وإنه الأستاذ بلاش معه حق؟ انت قلتي انك بتحبي تشوفيني اني عطول عم بربح، بس مو مبين عليك يا غانغا انك مبسوطه نهائيا، مو هيك؟ طبعا كنت انبسطت ساغر، لو ما انك عم تدافع عن الناس كلهم غلط، هي الحقيقه. واسمعني، لا تنبسط بنجاحك كتير، لانه ما بيفيدنا بشي ابدا، لا انا ولا انت حتى، لانه مو قادران تشوف الحقيقه بنوب. كل تعبي لخليك تشوف الحقيقة راح على الفاضي. تعرفي شو مشكلتك؟ مفكرة أنه دائماً معك حق وباقي العالم على طول غلطانين، مو هيك؟ هي أكبر مشكلة فيكي، وأنت يلي لازم تشوفيها منيح وتعالجيها.